جيز يلا يا حاجه جهز الحاجه عشان ما نروحش متاخر هناك ونفضل مستنيين على المرسى كتير. يا دوبك احنا هنلم الحاجه ونتحرك على الفجر. ايه انت بتتكلم جد يا حاج؟ لا انا كنت شاكه فيك والله من اخر مره قلت لي. لا مش مصدقك يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب. يا حاجه ما تخليش ارجع في كلامي. بقول لك ايه، مش بعد يومين النكد اللي عشناهم دول الفتره اللي فاتت بسبب ما تيجي الزفت اللي جوه ده تيجي فيها تقول لي حاجه؟ والله هلغيها. خلاص والنبي لو بتتكلم جد والله العظيم ربنا يخليك لينا. طالب البحر انا مش راكب عجل من الصغر عن الورق بتاع الشغل بتاعي بيرسم عليه. انا سمعت ان فيها رحله. كويس الحمد لله ان انا ما نمتش. ها هنروح فين بقى بدل اليومين الخنقه والقرف اللي احنا كنا عايشينهم اللي فاتوا دول؟ خلينا نفرفش شويه. ها شوف حركه الدم، شوف حركه الدم الواحد بيقعد كده لو حركه دمه واقع. 38 بيتكلم، اول مره اشوف 38% بتتكلم. بس هي 38 بس اخرج انا مسددك ناخد بالعافيه. اقعد ساكت. في يا جدعان انتوا هتذلوني ولا ايه؟ ما خلاص قلنا بقى السنه الجايه تعوض ان شاء الله. يا ابني اخلص يا ابني اخلص والله العظيم خليه علقه. عارفه يا حاجه قسما بالله ازعلك، وان انت قلت لي اقعد في البيت لوحده وقعدت تقول ان ممكن يخربها هنا في البيت وكده، كنت زمانه سايبه في بيته واحنا هنتفسح ونروق دماغنا بعدين. خلاص بقى يا حاج مشي الدنيا ابنك برضه، مشي الدنيا. عشان خاطرك انت بس يا حاج. خش يا زفت يلا جوه، هتلاقي جوه بتاع 38 كده شنطه واخد بالك انت. خش خدهم كلهم نزلهم على العربيه يلا. نعم انا هخش اشيل 38 شنطه لوحدي او حضرتك احنا بتتريق على كيس شنط كتير عشان كلهم لوحدي؟ مش كفايه ان اختي واخويا سفرتوهم انتوا مع خالتي رحت الصيف الغردقه وسايبوني انا عقب لوحدي هنا؟ هشيل كل ده كمان؟ شفتي؟ اه صح يا حاج نسيت اقول لك. الحاج حنفي جاي معانا. الحاج حنفي؟ ايه؟ حاج حنفي يا حاج؟ ده يطلع معانا ليه؟ احنا ايه اللي طالعين؟ هو ماله يطلع معانا ليه؟ ما عامل ايه يا حاجه؟ وانا بكلم الراجل بتفق معاه باكد معاه الرحله كان قاعد جنبي فسمعته بقى قاعد يقول لي والنبي يا حاجه انا عايز اروح ومش عايز اروح ومراته مطلقه والجو ده، فاخدته وما تقلقيش دفعته نص الرحله كلها. وبعدين دفعته الرحله كلها ازاي يا حاج؟ اه يا حاج عرفت ان دي نص الرحله وهو طبعا الرحله كلها اللي دفعها. يا نهار اسود يا حاج استغفر الله العظيم، انت بتنصب على الراجل؟ انصب على مين يا حاج؟ استغفر الله العظيم ايه اللي بتقوليه ده؟ ده انا لحد دلوقتي عنده فلوس بقالي اكتر من سنتين ما شمتهاش، وكل ما اقول له اصلي وفصلي ويقعد يستعبط ويزيد، واول ما قلت له يا حاج في رحله لقيته راح قال لي ماشي يا حاج وفلوس ساعه في سنه. يا ابن اللعيبه حلوه منك دي يا حاج جدع. ماشي هو والله العظيم الراجل كان يجي غير كده، هو مسامح. عيب عليك يا حاج. دماغ برضه ابويا ده دماغ. طب البحر انت واقف لسه بتعمل ايه لحد دلوقتي؟ خش يا اتنين خد شويه ونزلها هنتحرك على الفجر. حاضر يا حاج انا لسه بشكر فيك. يا دوبك انا بقى يا حاج قوم حضر السندوتشات. حاضر يا سيدي امناي. انا طالع استمتع وطالع ادوخ. ايه ده؟ لا بس كويس. اخيرا بقى بعد العذاب اللي احنا فيه ده كله الواحد يطلع يروق على نفسه شويه. انا مش فاهم انا ال 38% ده بيهب بيه جوه. خد يا زفت تعالى هنا. يذلوني انا. جاي يا بابا. شربني يا كلب البحر. نعم عامل ايه حضرتك؟ شربني. حاضر. 5 minutes later. اتفضل حضرتك. لا انت فاهمني غلط. انا عايزك تجيب لي منجايه كده، ما عايز منجايه طبيعيه من اللي جوه وتعملها لي عصير او شفاط. انا عايز اشرب عصير مانجا طبيعي يعني. اخلص. حاضر يا بابا من عينيا. 5 minutes later. اتفضل حضرتك يا بابا، احلى عصير مانجا طبيعي. حلو ده. تمام حضرتك تقوم رايح حاجه بقى عشان اروح استمتع شويه. لا تعالى انت بقى كلب البحر. عايزك تخش جوه هتلاقي اكل، عايزك تعمل لنا سندوتشات بقى ايه سوسيز وكفته. بص اعمل كل اللي تلاقيه جوه. نعم حضرتك انا مالي بالموضوع، حضرتك الام، انت الام اللي بتطبخي بتعملي لنا الاكل انا مالي. شوف يا حاج 38% بقى يتكلم اهو، انا مش عارفه 38 بتتكلم ازاي. يلا يا كلب البحر خش جوه اعمل الاكل اللي قلت لك عليه وكل حاجه انا هقولها لك هتعملها غصب عنك بدل ما والله نرميك هنا ومننا جنبيك. يا رب يا رب. دي هتبقى اسوء سنه في حياتي. حاضر. دبرني يا رب هشتغل لهم ده كمان. شكلي ابن كده هيولع عينيا في المطبخ. ما كنت تقدري بأي حاجة تانية لازم يخليه يعمل أكل. يا نهار أسود شكلي هيولع عليكم في المطبخ وفي المركب، أنتوا حرين بقى. كده يا حاج خلصت المجاعة؟ ده لسه هبقول لك هات حتة. في تاني يا حاج إيه؟ أخيراً ده أنا عارف مش هيبقى كده. بص يا ماما بص يا بابا وده اللي عرفت أعملهم بقى اتفضلوا. ده اللي ربنا قدرك عليه يا أخويا. طيب اتنين لقحهم هنا. عايز حاجة تانية يا حاج؟ يا رب. العظيم الطلعة دي الدنيا احسن من بومة اللي انا عايش معاها في البيت. ايوه بقى اخيرا اللهم صل على النبي. يا دي النيل علي العظيم السودا. ولا انت مش عاملين يخدروا فيك كده ومش هتعمل حاجه ب 38% انت؟ تعالى صل انت شويه بقى البس. يلا شوفوا بقى خليته حاج حنفي يقول. وبعدين انت شايف ان ده يعني عقاب يا حاج حنفي؟ انت جايب الزيت من هنا؟ هات يا حاج حنفي انت تؤمر. حار السودا عليك يا حاج حنفي، انت كده بتقدره حاج حنفي؟ ده ايه ده؟ في يا بابا ما تسيب الحاج حنفي هو كده بيزلزل. اللهم صل على النبي. ايه يا حاج حنفي انا مش فاهم، انا حضرتك بقالك ساعه عمال تصطاد وفي ثانيه رحت انا جبتهم ايه؟ ولا ما تشوفش نفسك صياد قوي. اه انا ممكن اجي اصطاد
باكتر من انت بتصطاد 100 مره. والله يا بابا يعني لو حضرتك جيت تصطاد ولا هتعرف تصطاد؟ طب تعالى تعالى يا حبيبي. بقول لك يا كلب البحر انت بتيجي نعمل تحدي، كل سمكه طلعها بقلم على وشك. حلو الكلام ده، بس لو حضرتك يا معلم ما طلعش ولا سمكه هتديني 100 جنيه. تمام يا سيدي موافق. البس. اللهم صل على النبي. لا ما تقولش طلعت حاجه، ده انت هتاكل ضرب. اللهم صل على النبي يا حاج. ثلاث سمكات في طلعه واحده، انت مرزة. بص يا حاج، انت هتاخد قلمين بالسمكتين وسيب لي السمكه الثالثه، انا هدي بيشي بشماعي على دماغه. من عينيا يا حاج مش خساره فيك، عشان جبت تريبل بس المره دي. تعالى بقى. ثلاث سمكات؟ انت حضرتك لما متفق معاهم شبك. لا انا بص انا طالع قدام عمال اكلم، من خلاص لما اشوف الحوار ده. هجيبك هتروح فين؟ بس صدقني والله العظيم يا حجوجه حلو اللي احنا عملناه ده، تغيير برضه. عقبال الحبسه البيت دي والاجازه تخلص واحنا نبقى قاعدين في البيت. اه والله يا حاج عندك حق. كنا محتاجين يومين كان غير بدل كلب البحر اللي عملوا فينا ده، بس كنا محتاجين والله يا حاج برضو نجيب البنت والواد، ولا هما كده كده بيتفسحوا خلينا احنا كده قاعدين هنا. مش عارف انا والله حاج حنفي راح فين، شكله كده هتريب المركب وتجيب لهم سيب. ما تيجي يا حاج حنفي تقعد معانا هنا شويه. اه دلوقتي بقول لك قاعدين حلوين تقول لي حاج يا حاج، ما بقول لك ما فيش عقل صوت يا حاج. حاج حنفي ايه ناقص؟ خليه. اه والله عندك حق، احسن مش سامع اصلا. ايوه يا حاج خليه قاعدين براحتنا كده، عشان كنت عايز اقول لك كلمتين سر. قول يا حاج. بقول لك قرب يا حاج، بقول لك كلام سر. اه قول قول. بعدين بقى في الزول اللي انا قاعد فيه هنا ده. يا لهوي يا راجل، حاج دايما بتتكسف كده. يا حاج قرب يا حاج، الحيطان ليها ودان. اه عسل انت والله مني، كبرنا عليك. كفايه تلزيق، كفايه تلزيق يا ربي. ثواني كده يا حاج عشان عارف شكلك كده هنزل له. على العميل رقم 38% لم نفسك يا كلب البحر بدل ما انزل لك. شكرا. مفيش ولا انت وشك فار يعني. انت بتعمل كده انت يا حاج حنفي؟ ما تعرفش الصوت اصلا نفسك. اتنين انت مش بتريش، انا كنت صياد صغير زمان انا وابوك، كنا بنطلع حيتان. يلا خد صوت. ماسك بقى. بس يا استاذ صغير يا حاج حنفي ايه؟ لا 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 ما بقولش حاجه يا حاج حنفي. بحسب 38%. 38 انت هتعصبني انت كمان يا حاج حنفي. العظمه تيجي بالهوك. والله صبك عليا النعمه، والله العظمه غصب عنك. ما كانش على اخر الزمن عيل ما بيعرفش يصطاد اصلا جاي يتكلم معايا. والله دنيا 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 يا حاج دنيا. يا لهوي يا حاج، مين اللي اترمى ده؟ ده ايه ده؟ فين ده يا حاج؟ يا لهوي يا حاج الحق، طقيت الحاج حنفي اهو، ده اللي بقى منه. يا نهار اسود، ده هي اللي بقى منه اللي عايمه منه بس يا حاج. وكلب البحر اهو بيعوم. خد يا راح فين؟ ما كانتش نتيجه الثانويه دي يا كلب البحر. خد يلا. وانت فاكر راسك هتفلت؟ ثانيه واحده انت يا حاج، هنزل اجيبه في ثانيه وجاي. والله ما انا جاي، وهروح امي مش بقى واحد بيت وبهدوني بقى.